اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن حنسكت ديدنا درس كوبان إن شاء الله تعالى أو قصة أبسن طرق من طرق العلم سيبة مسألة الله إلى القراءة وقت يضا النبي واحد مودا وحنا والله أخريا والله ديقا حتى أنا ما صبح عن ضد طلاب العلم حقيقينا أما أحلم برطه أقونتي ما له اللقوة دي علم دقود بيدا في ويدي وحودتك دقاها مكا دقيستو مركا واحد ربعين أنا حوقا صبحان ديقا كساب سيسن سلف الأمة أما أمضي مسلمين تهيدو علمي دي دي يددك يدي هوري إيا بلسيدو أهان شري وحاخرس كودا أما وحاخرس كسيو قيمين شرينا ما سيو قفا إيدين شرينا وإنو بربر دقنا وضعي غان عسري غي ما أنت اللي قلنا لي هاي إيا سيدا ددكو أيو استعمالي سيبا ددك مسلمين تهام عالم الإسلامي فقه الرئيم وحينو نقال قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وحي وقوه الرأي وسود الشيء سي علماء الحديث تلماما يعني أول ما نزل وقرآن وحي كت تلماما غار الحراء مركو كتشريني كسود كتي سورة دا اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق إلهي والنبي محمد لي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك أخري للي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كأي وحي كأي وحي الوسوة دا شيء أخري والحالة كالما يسان إساء ما قبل أبان يسوى اسم كربك أما أخري أدقو مقع ربك أكو أخرني يعني إذن كيس أدقو أكو أخرني رب سبحانه وتعالى وكو كل شيء أما أخري إلهي مقع عيسى لفتي سأخري سدح ذا تفسير بشيخ عطية سالم في أضواء البيان وصارية أيا كانت شنطة آية ضوضة وقوه الرئيس إلهي سبحانه وتعالى الله بقرب وإريق اقرأ أسوء عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدح شيبا رب سبحانه وتعالى هل كانوا كتل مامية بدوا مسألة القراءة والسوء العليه وإلهي إلهي سبحانه وتعالى مركه رأي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق مرك للي اقرأ وربك الأكرم مرصد حاد اللي هي الذي علمه بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لبش يوكله وعلمك إلهي سبحانه وتعالى وقم النشيقان يددك إيانو قلمك بري إني وحق قرآن سورتك لو قرآنك كمدة رب سبحانه وتعالى وحكم دارنا يا قال انك سي وحلو قري نون والقلم وما يسطرون قال انك اي وحي قريا ملائكه بان كو دارت با رب لي سبحانه وتعالى صورك كله يا اسلام مكيغه ولي با دور كاسنادود اوغو هري سو دغاي فقرا ما تيسر من القران كفا كميدا إذا ما كان ذلك القرآن كوحي وجوه الرئي النبي كسر دجا عليه الصلاة والسلام وحي هاي وحكة والرمي علم هي قراءة هي قلم هي دول أجي هاي بأض وكسر دكتي إن هاي أبعد بيئة عن القراءة والقلم والعلم النبي عليه الصلاة والسلام دك ولا نولا هي بلشدي وكرد شيء وحين هذا من معجزات بيكمتها هاي إن أمد أنقلك قيمة وفردين oo cilmigu qiimo ugu fadhinin oo jahiliya ku dhex nool waxa koowaad ee loo sheegaa uu noqdo qalimka iyo wax qorkiisa looga warramo oo hadduu ahaan lahayd meel thaqaafata loo cilmiya laan oo caynkan oo laga warramo marka qalin iyo wixii la nooca waxaa loo odhan kari lahaa dee waa min wax yilbi ah waa wixii environmentka laga ogaaday laakiin waa environment dadka wax qoraaba fara ku tirisiyiin jahligu tiro badan yahay aqoon aanay jirin waxaad ka garan kartaa inta badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ee qur-aanka ku soo celceliyay masalati alcilm iyo fawaa'idda ku jirta iyo waxaasi
من ربا مركا بابكا انا كورمو لكن وحا ربا انا تلمامو قراءته اما وحخرنته امدا وحخردا بيد هذا وا امد كوريسا اما كورو صوته ما انت اممك هور كعود يا هور مركود وحيابا لو قيميه مؤشرات الدول كهور مري اما هور مركا وحن لا يدهدا با لو قيميه وحا كميدا امدا اي انت اي وحخردا الليترسي انت كوليغي هي على يدهدا امداسي بقولكي با انت اسا وحخردا إذن سيدا يوكل بدين ومن قاربا وحالا إذا هذا عدان وحاخرين ما تشوكتو ولذلك وحي تلمامي سابال لي ومدة ثقافة إنا إلي هذا أما أقومت وحالا إذا هذا إنا قيمة أكتئد كل هذا أمام كمانت الدوني ذا وحي يوكل هرو مرسيين بيد هذا سيدا يقراء ذا علمي هانت ذا يكون بحيان وكل بدن ذا أمام كمانت الدوني ذا كتاليا وأخبار الشدة يا وحكو سابسن جي بي دي جا ودن كولي هي أنت أوجب بدن بيكو بحيان هل كا دوني ده صدحات لقي يابا 1% إنه نقطة وحيابا هي وقرشيان إنه كبحه إن تعلين تا يا وح الله هل كا قراءة أيها الأخوة وحيد هذا هدي عناد أي شركة قوديسه وحخر سكبيدا وغذاء العقول وعقل جا وحيابا كبعية وحلوت المامين يهي رفع للجهل وقفك واسكدر كنية وحقر شلاءان وحلوت المامين يتهي قفك سيدا وحقي مايو إني ككر الله سيدا يقون تسوء بضطه وحلوت المامين يتهي ونافذ أما وضاقت كاقفر ما يسبه إليه عقوش بن آدم كا قفك وحاخرين يوحو آخرين يابه إليه بن آدم كعقوش يسوحي وقفي عنيدا وصاصاري وحخرس كوح لغة المامين ويهي وحان حدود إيا زمان تونا لاين قفك بيدها عمر بيسوا وحير وترسن لكن قفك وحخرية وزيادة في العمر بيدها وقف عمر بيسا كرر سنية وزيادة في التجربة وهي وحا أخرنا إسا وحكر لنا إيا تجارب قفك كان يوكوها لي طبنان سندود بها الكتاب قري إذن طبنان سندود عمرك كم دها هذا واحد كو آخر ده دور ساعات دور ساعات بعد واحد كو هالشيء طبعا سنوح قيمة هو ده وشجع إن لسمايو أي هذا واحد كو هالشيء دور ساعات ولذلك وحلقة الماما زمنكو حد ماله وحيلين أقانت وحخرسكو وقفكو إسكود دهية دوني ده أنتي مسكح صار مرتين ولا شيء كيستو عباقرة العالم ما أنت مركز مكتبة ده تكتب كتب إسلامية هذا آخر ده وحويا وحي عقلي وين مسلمين تصامر وحي اي قران كانما الامام الشافعي الرجل الى النوع هلا ورميسه اما يكون ورميان وحيدا اخرسكو ووحان مكانك حدينين اما ميلي حدينين وضد بدن انا ادلك كل مكرتين اما انا دارك كرتين بعد اركيسا وادلك فريسانيسا سيكال هذين نوت المامنو واجي هوري علم الشفاهة قرى لغو قادة كري إن القفك أطاقته وأضاف كيسا كسور دقيسته لكن مركي أي داتك وحي أي علم هيين وراقة قليين أي قدها قرين وحفظوا ضاضي إن هذا وقت كسته أدبه هلي كرته حتى يضان لحينين أقويهن كي أما شيخ أما خبير كي وحكاً قرى يضان لحينين إن سفدود له هلي كره أمد مركا أن أبناء دي يدد كيده مستواها أقونتو دعانو ميد كرو الصعداء حين وأمد بيدا هدان ما أنت عالم كاللتشوغو أن لا صعو كارينين بل عالم كان عصبو حيدا هدان حتى مستواها حوكسيو وحوكو حد ما يبيدا هدين مستواها أقوني دي أدلي هداي وضدك وحمان أخرينين وحنو قرينين شقوين هين توصو حردي بابا محدودة بيدا هدان وحاشقب الصو حردي وقفكو قبان كرو أي وحم محدودة سيكالا بركانو تلمامنا وحيدا دان ما انتا معارفة الدوني دو سيدا يوسيب بدان ايسو سنة دوول بابا ايدا دانا قونتا تان ساينس كا مثلا 10-20% با ايشنگ وكود عابا ايدا دان طبعا إلا لباتان ايا قبوبة هدا دو حخري ويدا معنى هيدو حويانا قونتا اد حنبار سنتا هاي سنة كستات بغل كيبا طبعا كم ايدا لغا بحي تا معنى هيدو حويانا
طبعا سنة دورية طبعا سنة دور مركز ما شيء هدي أنا دب وحو آخر إن معلومات كتزت ومعلومات جبوبي ودوني دا أنا قصوا عن إن ما لقى شقيرني ولذلك واحد هذا صدق كيس سنة دورية وجود بيجي أقول أنت ما أنت دوني دا طالب ولا بقول كي بس عشان واحد العسبوني سيبيه أنا صدق كيس سنة دورية وجود بيجي ودب وحبض أنا يخص أقرنه ما دام أركو عين كاتهاي حتى عالمك قد يوجد جميستي مركة الرمان داتكو إنه هورو مركة كإلاليان وحي كإلاليان وحاخرسك مثلا الموضة كان مرايكن كاللين هذا إنك مدوه كلقان مركي أفريكا لغا صهر راي داتو دانو أفريكا لغا صهر راي داتو حنا قرا وحنا أخريا قورنا اللباي هاي سيبا قيبتي مسلمين تهيدا عالم الإسلام لغا صهر راي سيبا داتو علماء بحتا كجري مركي مرايكن كاللين سيلو جميستو waxa laga mamnuucay ninka madoobay inuu waxna akhri karo waxna qori karo ama adoon han noqdo ama xor han noqdo wuxuu doonayaa ha ahaado waxa laga reebay haba yaraatay shacabkaas dhamaantii inaanay waxba akhri karin way waxa fududaanay sabayleen in la gumaysan karo ama lahayn karo hadii dadku aanay waxna akhrinin waxna qorin waxa fudud in la gumaysan karo walidalk ba waxa loo arkayay maraganka waagisi hore ninka madaw haddii qaraa lagu qabto waxa ay jareemo qaanunku u ciqaabayo dil arkan nin madaw wax akhrinaya waxa ay jareemo qaanunku u ogol yahay in la ciqaabo qiraadu marka ama wax akhrisku wa miyaarka ama waxa lagu qiimeeyo umada horumarkeeda حنا إذا نلاشن ما أنت عصر قاد لأنت ما بتشرتو حتى القراءة التوظيفية بين هذا ما حد قياسته وقال هذا أنا دقنتهين وأن ترافيك وحنقو قرآن لهين وراشين كوا حنقو دول قرآن لهين والدواد وحنقو دول قرآن لهين أما سددكوا أنا أخريه كرين نلاشو صين نقول لهين حد قياسته ما قال هذا أنا أدرس السلاحين وقهر الدواح ولقون قريشني سما حد قياسته ترونتو أنا أدرسكو قرين والله واحد ترافيك ساين أنا قرين واحد راشين كده القرين أنا وشرين ويعني واحد نقول له هيد نقول له هذا صعب إن لا نقول أنكره ولذلك واحد هذا المانطة نلاش عسر جدا بقية القراءة الآن تصور تقلب معها هذا بقى قراءة ده وحكى الصلاة إن يتهي عمري وزيادة نسوى إلهنا سبحانه وتعالى وحو قرآن كان وقت الماما يا عمري يا قيمة هولي القرآن بدن بار ربي وحو كل دارنا يا وقتك والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر إيه وحي اللهم إذا أما بأم النبي قول لي عليه الصلاة والسلام قفك ما لنت قيامة كزول ما يان قمدي سلولك يعني والله حين إياه إلا إيه أفر شيء لويديو أفر تشيء لما شيء با عمرك أكو صاب سيسان تام عنه ذو حويان وحيابا وفي عن قفك وعمرك يسكو حسا وكو صا كو استعمالي كرا ومسألة القراءة وحن مركا الربائر انكو الرمو درس كوبا وكو صاب سيسان مركا كوات سلف الأمة أما دتك نيهوري هي قراءة السيدي وأركيه ama siday u jecelaysanay intaan kelmadaasi markaas soo gudbin waxaan tilmaamayaa dhowr shay koow waqtiga waxa ugu fiican ee laga faa'iideysta waa wax akhris waxaan u arkayaa culimada muslimiinta ahayd qiimaha waqtigu leeyahay iyo intaajka uu soo saari karo waxa ugu badan ee lagu soo saaro midal haddaad maalintii rubuc saac ka yar wax akhrido rubuc saac intuu leegi rubuc saac more than 10 pages baad akhri kartaa qofka ugu gaabiya qiraaho qofka ugu gaabiya caadiga ahi maalintii haddaad 10 page akhrido sanadkii misaad akhriyaysa sanadku 3,600 maalmood soo maahay هذا خريصة صدح كون يلح بغل يكونتن داد منس أكبر موسوعة أيات سنة كل ما ينكريسة دا أهو يران
بوق عادي نورمال كاهي وصدح بقول إلى صدح بقول يو وحوجا بيج صدح بقول يلي حدا بيج ما لها سي أما أفر بقول له بيج مركز ترى هذا هذا ما لنتي طبعاً دقيقة وحخر نفسه معناه هذا حوالين سنة كي وقول يران طبعاً بوق أو نوع عصية ما دوري طبعاً بوق نوع عصية ده ما ينسي يعني موسوعة في علم الحديثة أما موسوعة في تفسيره أما موسوعة في علم كلاه أيضا ما ينكرتها بمجرد إن هذا قرش يسأل هذا خردا محي تبان بيج أما تبان دقيقة دوت إن هذا خردا مالنتي هدي أي واحد برشاد وعين كان نقوم كاري لهاي ما كانوا ده أنا وقت جان دليا إم مساد وقت جاد خسارة يساد وما لين سا إم مساد سوى واحد برا كاري لهاي يعني علماء المسلمين تهري وحلا يقاني وحي هندد موسوعيين موسوعة يعني دد إنسايكلوبيديا قف وحي للسوق هذا بك جوابي كره هدي علوم دينيتها بكل فنونها هي هديتها علومتي عصر قودة شرتي بكل فنونها يا. أما استرونومي هالنقطة أما جغرافيا هالنقطة أما تاريخ هالنقطة أما طب هالنقطة أما فلسفه هالنقطة أما الرياضات هالنقطة حساب هالنقطة واحد دونتها هالنقطة علم كفقيه مساجد كفردية وحي هنجري موسوعة متنقلة مكتبة قوريسة وكل الفنون كلي يلقيها لكرا سبب كرانا ما يتشيرين ضدك كما يعقل بدنين بني آدم بني آدم كبحصن ما يهين لكن وحايا هاي انداد وقتك كفايدة وحايا هاي انداد وقتك وضا كبحيي إنا وحبران كران ما أنت وحايا دادان أفريج يددك عادي قاهي بايد دادان وقيران سدح ساعدود بو تي في داودا بايد دادان أفريج عادي مركا لاسكو دردارو سدح ساعدود وقتك ودو بو تي في داودا هذا تصدح ساعدات وحاخرين لحيد ما لنك استمحى صابحي لها يعني هل كده فيه قونا داد بوكو بدل لحيد أي فن كودون يهن وضو حاصابحي كاري لها يعني في خلال 10 سنوات أما في خلال 15 سنة واحد دوني دا الوهي فني واحد جاهل كان نقول لحيد مشرين وحاو قبضان واد بران كاري لحيد لكن مشكلة دا تاقيني وحو إيان وحان داتكو كوب بحنين كو وقت قال لك فائدينين لبا وحان لحددين هدف قراءة ضد كبر وحبا يأخريا لكن وحي أخريا وحان فائدة بضان لحين حالا يابا كل يوم لبا مجلة مسدح جريدة ضد أخريا من سدح فرشان لح بيتشن وكأخريا ما لك استوحى الغيابا وحان معنى بضان سوكر لنينين إنو أخريا هدي وهدف أما قراءة وآخرية إنني هدف لحين ما لم أوحي قعنتي سأصغلون نسك آخرية مركا مالين مشرق بوتشيدا مالين مغرب بوتشيدا حتى في علوم الدين طلاب العلم قندن به ما لم بكتاب بومبوسك سوق هذا وسك آخرية إذن هدو هدف كل ما مركا هوري وقفكم حاضو حو آخرية سهدات قرم ويدو وعدباتو قراءة وكلا نوع قراءة ميدو وقراءة تصلية وقت يوقفك عاجسه ميدو تصلي أهانا سيقى آخرية مثلا كتب وين علماء قرطي ابن الجوزي مثلا مركو كور رمي الحمقى والمغفلين أما لتكياء أما كتابه ضدك انت والاني انت النعسي انت أبو كتابه قري انت فريدة دي انت عقل بضم كتابه قري وللفكاهة قفك وقت يوداله انو اسكت على عضو كاسوك لو اللي تصل يقيمة بدن ماله لكن إما ساد أخر دا قراءة التفهم وتدبر إن أدوح كرر سطه إما ساد سأخر دا قراءة اكتشاف كتب تبالينا الدوران كرته وعصوبين أدوغاته وحيهي هدي هدفك وحدد موايه قراءة قيمة يالا ميسو إنو هدفك حددين يا أدوح برانيسو صبرنا وشرواي صبر بان الله شبه إليه سبحانه وتعالى وحت المامية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يعني صبر بالقو قادابون قرآن كشيغي إمام مدى أمام يلاها قرية وحيدا ذان أديسن وثوماس أديسن وذيقي نالكا بحية كواتي شابية مريكا كاها هذا سنين سكول كلاجأ إيريجي، أما سكول كأيوه أركارين وهاندي كابيان وبس كحديث كوفيل لي أيوه ها، لكن هو يدي لدى داشي
taariikhda Mareykankana waa ninka baateenka ugu tiro badan leh ilaa hadda waxaan filayaa 1,100 iyo dheeraad buu leeyahay mise 1,900 meelaha tiro kun ka badan oo ikhtiraac invention buu keligii leeyahay oo registered ah ima kun baa malaha kuwa indha yar Australia u dhashay iyo meelaha iska badiyeen 3,000 qaar la hadda jira Edison baa waxay ku yidhaahdeen Edison muxaawaladii uu nalkan ku sameynayay kun muxaawalo sameeyay waxay yidhaahdaan kun kadib buu guulaystay laabkiisii yaraay wixiisii markuu isu geeyay waa tijaabiyey waa shaqeyn weyday waa ku celiyey waa shaqeyn weyday wadda kale ku celiyey waa shaqeyn weyday yacni ninka waxaad qiyaastaa inta uu sabrayay inuu kun jeer wax tijaabiyo isla shay quray inuu soo saaro inuu kun jeer tijaabo uu ka qaado aakhirkii inuu soo saaray nalkan dunidu ay wada ifsanayso oo waqti ay dunidu u baahnayd oo xadaaraduna kordhay subagii la shidanayay inay dunida ku filan waayey shidaalkan daymka la wadaana aanu jirin bahay bensiinkan iyo waxaan inama jirin haydi riyuhuna dadka way ku filan wayda shamac yar laga samaysanayay markaas buu nalka kan soo helay inuu nal shidi karo Edison bay su'aalo weydiiyeen abqarinimadu imisay tahay yacni wax gift lagu siiyey imisay se dadaal tahay markaasu wuxuu yidhi 1% baa ilhaama buu yidhi laakiin 99% kale waa sabr iyo dhidid buu leeyahay yacni inaad u sabirto wax akhriskan ama waxaanu qofku qabanayo inuu sameeyo markaynu qiraa ka warranno qofku marka uu bilaabayo oo iska adag tahay maalmaha hore intuu ka fahmayaa yar intuu akhri karayaa yar waa taqaan inuu caruurta marka qiraada la barayo marka hore waxbu kiciyaa marka hal kelmadu hore u akhri kari waaya marka dambena kelmadu higaayad iyo kelmad buu akhriyaa marka dambena 2-3 laakiin dadka inta badani markay halkaa marayaan bay ka hadhaan laakiin hadda waxa tekniikska maanta dunida la isbaro waxaa ka mid ah sadarka oo dhan inaad mar qura isha ku wada akhri karto yacni sadarka buugu dacal ilaa dacal mar qura inaad akhri karto waa tekniik la barto haddaad sadarka mar qura akhri karto dee bejka 10 sadara 10 goor ay isha ku dhacda ku filan ayaad ku akhri kartaa waxa laga yaabaa inay gariib kula tahay gariib maaha waxaan idinka warrami doonaa qiraa'aadka hadda iyagu sidaa u sheegayaan tii culammada muslimiintu inay ka dheereen jirtaan ka warrami doonaa iyo say wuxuu akhri jireen muxadisiintu marka aan tilmaamo ayaan wax ka sheegi doonaa laakiin wax waliba waa mumaarasada qofku qiraa'adiisu markay badato suwarka kelimaadkani mada xay degaan ishu markay ku dhacdaba waa inay maskaxdu soo rogi kartaa sawirka kan laakiin haddii aanay qiraa'adaadu badnayn higaayadu may noqonaysaa inaad waxaan higaayadiso markaad akhrinayso waayo suuraddan madaxa kuu deganayn haddayse qofka qiraa'adiisu badato suuraddan erayada tani ama macnaha kan u xambaarsanaya madaxu degaya hadduu madaxa degana ishu markay aragtaba waxay maskaxda u sheegaysaa connection-kaasi inuu jiray dabeetana si fudud buu qofku u fahmi karaa wuxuu u baahan yahay qiraa'adu si ay macno u samayso in la taqyidiyo fawaa'ida shakalka ugu badan ee dadku wax la baran waayeen waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa sheekh bashiir maalin kasta inuu kitaab halkan ku akhriyo ardada inta dhegaysata masaajidka fadhida dadku 2 qaybood bay u qaybsan yihiin qaybi meelaha dambe iskaga tirsadaan dhegtay ka dhegaystaan qaybina kitaabkay soo qaataan ishay ka eegaan labada midna ardaynimo maaha yacni ardayga rasmiga ahi ama waxbarashadu waxay yidhaahdaan waxaad hadda akhrida bay yidhaahdaan saacad kadib 50% baad ilaabaysa 48 saacadood kadibna 80% baad ilaabaysa bay yidhaahdaan waqti yar kadibna way wada guureysaa idan cilmi gadhagoodka aada soo fadhiisatay ee imika dhegaysatay haddii hadhow aroorta wax lagaa weydiiyo waxba ka garan maysa laakiin haddaad waxa qortay fawaa'ida bay yidhaahdaan cilmiga waxa qura ee reebaa bay yidhaahdaan waa taqyiid waa in la qoro qofku shayga uu qoro maskaxdiisa raad bay ku yaalataa buugu dhan oo aad akhriday waa kuwan turuqu lqiraa'a ardada marka la baraya waxay baraan halka buug markaad akhrinayso laba mid inuu sameeyo nidaam ilbataaqaat kaadhar inuu samaysto wixii faa'iidaa uu ku qorto
ama buuga jildigiisa markuu halkan calaamadiyo buuga jildigiisa inuu ku qoro mas'ala kasta meeshii buuga uu ka helay waxay taasi fudaydinaysaa marka uu jildiga furaba inuu garan karo masaa'ilku buugan uga baahan yahay dhamaan waxa yihiin ama waxay fudaydinaysaa aqoontu maskaxdu way ku firirsan tahay laakiin kii weediska hadday maskaxdu dib u hesho wixii oo dhan way xasuusan karaysaa maala waxbaad aragtay waad ilowday waad xasuusan kari weyday waan ku agmarmariyey war maalintii caynka warrinkii hebel miyaad garanay hebelkaasi waa kuwaad xasuusan kari weyday warrinkii caynka waa kaa hebel maalintii aynu la soconay halkaa inaga horyimay faylkii baa markaa furmay baad leedahay hawa jaaco waan gartay waxay dhahdaan maskaxdu kii weedhis baa jira haddii ay dib loo shido wixii oo dhan ay dib usoo noqon karaana ama dib loogu soo celin karo walidaalik waxay dhahaan qiraa'adu qiimo ma yeelato haddaan qoraal la soconin qiraa'adu waxaa qiimaha u sameeya waxa weeyaan qofku inuu wax qorayo sidaa ugeed ba ardada waxaa loo tilmaamaa ardaygu klaska inaanu iska fadhiisana inuu wax ka qoro wax ka reebo cilmigu sidiisabana haddaad qalin iyo buug sidatana qof waxbaranayaat haddaanad sidanina qof waxbaranaya ma tihid macluumaad iska tira badan aroortana la ilaabaya bay noqonaysaa walidaalik systemkan dambe imika dadku wax u dhigtaan masaajidka kitaab unbaa ka socda ka socda bashiir wax bedelana la heli maayo sheekh bashiir waxa laga yaabaa 10 sano 20 sanadood buu akhrinayay haddana inaan ardayba ka soo bixin ama qof kaloo wax akhrinaya aanu ka soo bixin waayo 20 sanadood cilmi dhagooda mar hadday dadku iska dhagaysanayo baxayay waxaa adkaanaysa cid reebta waxaa la akhrinaya bay dhahdaan waxa roon inuu qofku wuxuu akhriyay xasrin karo ama si koobi karo meelaha ishkaalku uu ku jiro oo qiraa'adaadu waa inaad yeelataa ama murshid ama meel wax laga baadho dee imika sheekh google baa idinku filan google.com haddaad wax kasta ku qorto wuu ka jawaabi karaya ishkaal kasta ku haya haddaad ku qorto fi ayi fannin kaan waad soo helaysaa jawaabta oo degdeg oo fudud laakiin sideedaba waxaa la yidhahdaa cilmigu marka koowaad wuxuu ku jiraa bay dhahaan fii butuuni lkutub aqoontu kutubta gudahooday ku jirtaa laakiin furayaashu waxay ku jiraan baa la yidhahaa biaydi lmucallimiin aw biaydi lculamaa cilmigu buugaagtu ku qoran yahay laakiin qofku wuxuu u baahan yahay inuu furo helo furuhu waa fanni kasto aad baranayso mustalaxaadkiisa hore terminologigiisa qawaaciddiisa asalka inahaasi haddaad si fiican marka hore u fahamto waad kori kartaa markaa haddiise aad inaha hore u fahmi kari weydo waxaa kugu adkaanaysa inaad hore u korto lidaalika ayuha alikhwa waxyaabaha dadka qiraa'ada ku adkeeya waxaa ka mid ah iyagoo aan tadaruj samaynin ama aan korin ama meel aan loogu talagelin inuu ka bilaabo waxyaabaha si fudaydiya waxaa ka mid a bay dhahdaan inuu qofku ku celceliyo walidaalik baa adiibkii masriga caqaad la odhan jiray baa waxay ka hayaan wuxuu yidhaahdaa 3 kitaaboo fiican inaad akhrido waxaa ka roon buu yidhaahdaa kitaab fiican inaad 3 jeer akhrido yacni hal kitaab inaad 3 kitaaboo fiican akhrido waxaa ka roon buu leeyahay hal kitaab inaad saga qura 3 jeer ku celiso yacni kulama qiraa'adaadu tikraarkeedu uu bato dadku iminka masaladaasi aad bay ugu yartay kitaabku beri dhegaystay ama beri akhriyay wuxuu ku biiraa shalafka lama soo qaadka ah saa daraaddeed waxaa laga yaabaa markaad maktabadda eegto kutubta taallo dhan inaad wax ka dhegdhegaysatay laakiin midna inaad wax ka garanaynin waayo inuu wax sugmaa waxay ku xidhan tahay bay dhahaan kathratu tikraar inta lagu celceliyo ardaygu klaaska fadhiya cilmiga soo dhegaystay daanu hadhow ku celcelin inta goorow ku celceliyo unbuu sugnaanshihiisu ku xidhan yahay markaan eegno culammadii hore siday u dadaali jireen mathalan waxyaabaha keenaya inuu qofku aqoonta si fiican u barto waxaa ka mid a inuu biographiga akhriyo siiba nawaabiqdii cilmiga siiba dadkii culammadii muslimiinta ah mathalan haddaan tusaalayaal idin siiyo alkhatiib albaqdaadi waa nin caalima oo funuun badan caalim ku ahaa fanu lxadiidna alxaafidu fii casrihi ahaa isagoo baqdaad jooga ayaa waxaa loo sheegay baqdaad inuu soo galay sheekh la yidhahda ismaaciil ibnu axmed idariir
إسماعيل بن أحمد الضرير وكتابك بخاري ليلة الرق وريي كشمهيني أيو رقي كوريي كمديه مركي لو شاقي أيو حسوك حي أرداديسي أما علماء كلاي ودى السعودين بيس الصور رعين وذات كان يوا صفر نسابور بكي مكوك الصعدة صفر كان يوحو شوقي يا هبين ما لبها هبين ما سدح هبين ما قال دوا أنا صفر صعطة صعطة وحي الربان شيخ صعطة دا أين لقى الريبه كتابك بخاري يا دمانتي بخاري مع مكررات كي استمرك اللي قدره تضبكونا حديث بك بني تضبكونا حديث بوح على الروائن لقى الريبه قف صعطة وصفر كتيرة هبينك كواد بوي مادين مغربك إلا صلاة الصبح أيكو آخرية يعني صلاة المغرب مركي لقى بحي بي أخر سكب بلابي الخطيب البغدادي بآخرين أيها شيخ ورا كتاب يسوها استوى صحية أرضادك لنا كتبتو ده هستاوى صحان إسا وحي وشيخ مركة تصحيحية ولا صحان أيها وحي إشكال وكتشرة ولا ويدين أيها وأنا لدريرين أيها لوضع صلاة المغرب بلابي إلا صلاة الصبح بألفرنيي ولا كالتقي هبين لبات كيبا اللي سويمي صلاة المغرب على بلابي إلا صلاة الصبح يدن بالا فردي ما لنسى دحات دي قور برقاء بالليمي برقاء دي بالا بلابي إلا إيا صلاة المغرب على ودي صلاة المغرب كدي بالا بلابي إلا إيا صلاة الصبح بالا ودي وحانا لدمي كتاب كي بخاري قها وسدح جلسة دوت يا وحلو آخر يا موسوعة إمام البخاري ورنية تضبط أكون حديث كبدا وحلو آخر يسدح جلسة دود وحيث المام يعني سرعة القراءة ويشي قيسا قراءة دود وسيو دق دق بدني وحيك لو شي قيسا سيدا يؤدنين يين علم وقيمة وقفر ديين ننصع عطاء إن كتابك البخاري لقر ريب الله قطلق علي إسلام إمام الخطيب البغدادي أيام مكتة جاي وحول لك كل ما يقبل لورن شري كريمة بنت أحمد المروزية أو ينا كم ده شيخ هراء أرضى ده أي كوا دقاتين الكشميهني كشميهني وراوية البخاري نكي وحكورية الفريبري فريبري بقى راوية ده بخاري وحكورية كشميهني الروادي سو كم دي هاي كشميهني قاسا الضرير كه يا كريم بك ودورين يا كريم مركو تجينا كريم هو إسلام جبودي وبقول يا ديرات سنة شرتي وانقر سنين عالم ضحي كريمة شنجل سدود بو بخاري كدو الأخرية خطيب البغدادي شنجل سو شن فردي أيوه حكاك قاطين وكدو الأخرية كتابك بخاري هنا الإمام ابن الحجر العسقلاني أي واحد لو يدي سدا وسميي إن خطيب البغدادي وكلا أدو مرة قراءة ما سمعسي وحولي مايا لكن أنا قراءة يدي بخاري عن شيخ كقاطي أنا قلت تبن مجلس بك كقاطو لي تبن فردي يقرأ لكن هدي اللي اسكو وضدر الهابو يريد تبن كفردي حديد نقول الله هين سدا وخطيب البغدادي بتيسو حديد كواحد tiradu way ka yaraan lahayd buu leeyahay intuu ku qaatay in ka yar ayay noqon lahayd marka su'aalka si wada wuxuu dhawaa laakiin ayna thuraya min athara in lahuhu xidiga la yiraahdo xagee ka joogaan ciida waya khatib al-baghdadi buu yidhi ghirayad akhir skiisu fi ghaayat as-sihha wal-jawd abu haburi wa qira'atu sahiha oo qurux badan bay hayd buu leeyahay oo loo faa'iideynayna ardayda dhinacyadiisa joogta oo uu maqashiinayo majliska dadka joogo dhameysay wuxuu saxdaa ibn xajar sahih muslimka oo sana inta aan leeg xadiis ku dhadhowa shan majlis ayuu laba maalmood iyo badh ku qaata safar buu galay alxaafid ibn xajar alcasqalani wuxuu gaadhay dimishqa magaalada dimashq maktabad buu tagay waanu soo noqonayay dabeetana wuxuu isiri maktabada tan inta wada qori kari may sida akhriyo ka faa'iide laba bilood iyo bil thuluth kate one third yani waa tiro
كير سيديتان مالمود أيو حكو أخريي بقول فوليوم بقول مجلد أيو حكو أخريي لابا بلودي محي حلقة يا بينا يمكا استرادان حافظ ابن حجر مركا لقوى الرماء يوح اللقاء يوح كتاب كتقين السلام قف كان معجسوها معجسة كلمة هين قف بن آدم عاديها لكن وقته قليل وحو أقلا إنو وحخريو وحخر سكيباني مكا كان علماء كدقين الحافظ المزي وحفاظ علماء دي وأوينيت كم ده وابن كثير يا شيخ ودي حافظ المزي وحل إلى هذا معجم الكبير للطبراني معجم الكبير للطبراني وكتاب حديثه عشان لا تنمي جلدود السقا لحنا المجلس بكو أخر يبال إلى عشان لا تنمي جلدود كتاب كسم إيسان أي لحنا فردي ولا صفر استيبو كدمي وحتى المامان الحافظ العراقي إمام العراقي مسند كإمام أحمد إما كيسوغو شان يو كونتن مجلدود ملاها سي يو كونتن مجلدك كو بضم في الأيابة لدابعي مسند كإمام أحمد صدم فردي بكو دمي أو كو أخري أحد ما يشان كار كيسا قراءة دو كو سرعة دا إلى هيت سيدا قراءة دو ديريني سيهي سريعة وهيت أحد كالو كار كيسا سيدا يهمي قو هيين إنا يوحبرتان أي وقود داليان إنا يوحخريان أحد كالو كار كيسا كتبت إياه وحكا نسيدا يقول يرايين إقف سعطاء كتاب لن لقى الرئيب اللي قد دالي مررك قاركود إنا كتاب حفظيان محيشيان ابن عطية وحلق شيئا بخاري نتضوى بغلو تشير أخي حلق يا بعدين سويدين ميون وشرا ميد بخاري مرنا دمي الكام مكتبة دوس كساري ابن عطية أنا وحط الماما يا ابن عطية إنه طبا بقولش 700 مرة إنه أخريي بل علماء ده برضه يسون نقليان مثلا المشوق للقراءة كتاب كأنك قري وواحد كسر نقول نقوش نقارن كسر قادر إنه وحكى ورنا يا قار بخاري بقول يا كنت تشير أخريي قار لبا بقول يا سديت تشير سماعا وقراءة سمية قار كنت تشير أخريي كتابا فرت تشير لأخريي إمام السلفي أياو حلي وحان مغلي ابن طاهر قوله كتبت الصحيحين وسنن أبي داود 7 مرات بالأجرة وسنن ابن ماجة 10 مرات بالري صحيحين بخاري مسلم هي سنن كأبو داود تضبط شيربان قريبو لي والعكو قاطي يعني دي مطبعة دي مترين وحدها بعاه كتابك مركو الشيخ وقرا يا الله باهضه كتاب طبعا مجلول لبتر مجلد ودو شيخ قرا يا قف كستور ربك كتاب كرنو هلا أما النص أخضر نمن كشق استقل كودا وحقرا دو جين سامع دا قرانا يا حشاق كان لي صحيحين ك تضرب شربان قرا سنن أبي داود تضرب شربان قرا ابن ماجنة طبعا شربان قرا وأنتو ري شو قرا قف كتاب تضرب قر نقليي انتو كفهم هذا ما لينسى تضرب شر لما انت من الفه الى يائه قعنتي سكو قري علماء حي التلمامان وراء الكودي اخر سكود عمرك للتلمامية ابن الجوسي وحين وقت يسا وحبا مو ضيع عشرين في اليوم افر بوك بو مال انت قري شري بين هذا صنت كينا قعنتي سو حقوق قره إلى كونتم فوليوم إلى لحدم فوليوم بسنة كالصغور يجري من كم يدر الشيسي يوحو لوحا مغلي صغو من بركة صارا عمر قيسة وقت يدي وقدا بيسي أوله لبدا إذا فراد كواسية وحان قرأ 2000 مجلد سغوله لبدا إذا فراد وحان قرأ لبكن أو كتاب بولي لبكن أو فوليوم أيان لبدا إذا فرط قريبوت المامية محمد بن مكرم المعروف بابن المنظور إن كان كتاب اللغة لابن المنظور ليلة هذا بحاية المامان مختصرات كتبي كتابة السوق كهوبي حكم ده تاريخ ابن عساكر تاريخ ابن عساكر وسديت المفوليوم سديت المفوليوم بوينتو أخري اختصاري
وحكم ده تاريخ بغداد حنوم علينا سنة كنتم فوليا ما لها سينو قاري وحكم ده مفردات ابن البيطاء وحكم ده الحيوان كتاب كان لديه جاحد قرأة ربضا كتابة بضن 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 وحيد يكون في لندن كان يسي قراء كان إياه وحخرس كان إياه علمك كان طاع عدوغا هاي أبو سعد السمعاني هي كتاب يسأل إلى التحبير في المعجم الكبير روح وكور رمي الشيخ لورنشري الحسين بن أحمد البيهقي الحسين بن أحمد البيهقي ما هب بيهقي قاني بامك أحمد بن الحسين أرضي بيسو هاي الحسين بن أحمد البيهقي يوحي يا أرضي إمام البيهقي إمام أحمد بن الحسين البيهقي يردي سيحن شري وحلا إذا الشيخ كان حنون باكو دعي دبيتنا طبان كفرات بوالا شري انت بوالا شري قمت كاو صهري وحلا يوحانو إمي قمت كاسي قمت داده سيساو قلم كوهيستا ومالين كستا خمسة طاقات من الكاغد غربوا لي كاغد في وراغب الله رانا وحلقوا غرب شري شن كم مدبو مالين كستوح غرب شري بوير وانين كعمو قوانيين لكي وحلقوا غرب شري ودن وانتو قال لك هالك قبطو أدن كساري شري باليدي دبتنا ساسبو غرب شري يعني هالك اي كتاقنايين وحقورتا اي وحاخر سيئة دقيسيقة بلا وحقوا غفلان ابن القيم باو حكورين اياه عبد الرحمن بن تيمية عبد الرحمن وأحمد بن تيمية شيخنا بن تيمية لا إله ولا الكيوية إمام بن القيم بوح لي شيخ بن تيمية ولا الكيوة عبد الرحمن بوح نوشي وكورني يا بها عبد الحليمة وكورني يا أضي أبو البركات أبو البركات وأووي ابن تيمية أووي وأنك كتاب كان منطقها له نيل الأوطار كانوا شرحيه شرحنا إلى الأوطار كإمام الشوكاني وليه وكتابك متنه إلا شرحه أضيه لها الشيخ لها وحليه مركو طايلتك قاله حمامك مركو قاله انتو إيه لابو كتابي دي بيشره وحولان شره انتان حمامك كتره أخر كتاب كاسي وكارو أخر عنكو مقله يعني وقتك وكد داليين وحخريا ووقتك يعني وقتك قالوا دمي مركو كبو حسمي وحو تشامن يا انت وحمامك كوتشر اما ويسي سنة يا اما وحمامك قده سينت كوتشره ان انا انت اصنا كلو منه ولا بشق وضا قبصده واهنو كتاب كان ادي قيسته شقدي وحمامك وقبا هنانا وقبته اذا هداد مغشوع علماء دهور موسوعة هاي ريه كم بيه هاي ده ورقا وقت قودة كجدد علي انتو حمامك كوتشر ان انا كلو من سوى حمامك كوتشر انو دي قيسن كرو كتاب علمية انتو وين انكي سودي يبا ينو اخريو او دقيشتو وحال لغي يابا يعني مكي غرائبتو دا كور رميان وحيت المامان مثلا العلامة النحوي احمد بن يحيى المعروف بالامام الثعلبي اللي ورجري ناحقاها ابن الخالكان الخلكان من كتابه الوفيات مركه تلمامة يا سببتي أقول لتوحيد الصلاة ما لنش معه أيو بعد العصر مساجدك كصواب حي وأنو يرنا قاع السلابو لا يهرو وحمو مغلشين دبتنا وحدي دنا وقت وينو كخسارة كتاب وآخرنا يبولي استقوا كتاب آخرنا يا أيا فرس ريح يبولي يوجد كردي دبتنا هل كان ماذا حوح كان نقضي ما لين لباد دينا وورد التيبولي مركا وحقوق ريا علماء دي قراءة دو الدشين وكمدي حيث أنا غليا قالوا انت مكتبات غلي جاحد بابا كوشيغا هبين كي مركو كتبت وحو العاك هشتو حكو يبسدي وحو البقرطو كو وراق انت كتبت قرى ايو هبين كي ككري سنشري هبين كي مركا يسيحانا يانا يعني وحقو رينين انو سوو ماشا دحشوغو وحول لحجوغي انت اهبين كيو كم غيين وكتبتن سي اخريو جاحد وحيد هذا المركز دمي مكتبة دي ساكد انت يود شيء كتبتي سؤول انت يبين هذا ما مركا داركت وحي كور رميان اما ابن الاعرابي ايو اهل انما صاحب هايين احمد بن محمد بن الشجاع ايو صد ريويل ويلي وقوبة هانا ايكالي مركا سوحو كولي قولو فرمي يبان أعرابا لا يرشح كيسان ياي مكان لما يو أيام كو إيمان دونا دبتنا إنان كيو صدرا كن نقضى وحولي
wadaadkii ciidina lama fadhinin anugu markaan u galay laakiin wuxuu yidhi qolaa caraaba ayla joogto marka aan dhammeeyo arrinkoodaan kuu imanaya markii uu tegay buu wuxuu yidhi war cidda kuu timi inankii wuxuu igu yidhi ciidiba lama joogina maxay ahayd dabeetana gabaygan buu tiri uu leeyahay lana junasaa'u ma namallu xadiidahum alibaa'un ma'muununa ghiiban wa mashhada yufiidunana min cilmihim cilma maa mada وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا سوء عشرة ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أموات فلا أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا كما يقول تري يولي هاي قولا ترتبوا لمرك استنى ورنطا ووركو ذا أنن كدال وعلمك ونوشيك يا علمك يقدتك كهر ريبا عقل يا أدب يا رأي في عنا نوكر ليا وأن لبنا نوهين نوح فتنانا أن نقبقين عرب وحضرة يا قعن وحد بتطونا أن لهين كوا سام لفردين هذا دي دوكو ترى هذا الميت بيا هاي أن الرنبا شاكتين بيولي وبين ميدين شاكين هذا ترى هذا وأن نولينا ورلي دوكو دي ديما يعني كتبان هستيبولي وحبان أخرني ابن المبارك ما وحيدا هذين عبد الله بن المبارك امام كي لو رجري بو خليدا هدي غور عدلا جوقتا اي ما عدلا كو دما ددك او تما ددو شيكايسين اد بو غخنا قيبا لا يدام ريس و خوي دمانا كلي جوغا مننكاي نبيغي اي صحابدي لا جوغا با يلدين كلي بو جوغا يعني نبي محمد وركي سي بان اخرين يا ابو لي نبي محمد بان دغيسن يا عليه الصلاه والسلام او هذا الكيسي انا اخرين يا اي صحابدي سي بان دغيسن يا بركا ساي لدين بو لي عدلا جوقتا اي ما نوت ما ددان خو شيكاينه أخوتي في العقيدة قراءة دو دي آخر سكود الجاحد باو حلي وحان مغلي الحسن اللؤلؤ نكي لورنشري هو أبي حنيفة صاحبك أولي بو يري أفرطن سنضوت ما نصيحن ما لن يهبين تونا إلا إيا كتابك سقو الله أبتيد صارن مو يعني وحلقة يبين التلاهدان دادك هوري وقت جودا إسكه يستينو وح مشغول يوم بدن بانشرين أنا على بعض المعاصرين تهيد وحكة المامن الإمام جمال الدين القاسمي جمال الدين القاسمي التفسير كان محسن التأويل كلا إلى هذا شيخ قري تفسير بالله لأنه مجلدات بدنها شيخ رد مشق أبوها كتاب كسل إلى الفضل المبين وح قرية وقد اتفق لي بحمده تعالى إلهي مهدي وحا إيسقنا طيوي دعدي بيوني صحيح مسلمك بتمام روايتي بتمامه رواية أفرطا ما الموت بانكو أخري بيوني كتابك صحيح مسلمك لما أنتي سنن ابن ماجنة لما أنتي سنوحكو أخري بيوني قوبي الله باتن عشو موطو إمام مالكنا سقال يطبن عشانكو أخري بيوني كتابك ابن حجر الرجال كتهذيب وتهذيب كنا أنا قولي بأي ساقة تصحيحين أيام ماله قلم وقفي حاشينا وصمينا يعني تقريرات كنا كسي قرينا إسنا طبعا مع المدبنك وآخر يبولي فدع عنك أيها اللائم كسل واركوينا عاجزين توعنا مبضني دا إسكد أيوه واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل يبولي واروختينا وحقو إلى لسان واختينا عزيزك هنا وحبرتان يا عمل في عنا تصميسه وقتك أكون بحي أبو لي يعني وحاوت الماما يا صحيح مسلم يا ابن ماجة يا موطى إمام مالك يا تهذيب التهذيب مرك الله يسقدره أفرتاس كتابه ووين ومد ولبا مجلدات ككوبين هي مرك الله يسقو وضدره وحكو آخري أفرتن مع الموضوع مالا يا كوبي الله تنية سقالي يا طبعا وأفرتن كالي سديتن مع الموضوع يا طبعا عشو التهذيبه سكاشن مع الموضوع صدح بلاد بو كل ما هي انت اسو كتابي انت اسو مجلدات او تلماميه بل هدا المعاصرين هن سودا بيس بسيطة الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه وذاتك اصل يسوى مصر من طنطا لكن غير سوريا مركي دم برقي دم السعودي قد كنا مذكرات كي سوى حقرية ولي بلا بقورك على دم بيساء تلمامه فأنا اليوم وأنا بالأمس كنت في الصغر أمضي فلي أنا قمت يا شلي
iyo markaan yaraaba waxaan habulayay maalintii inta badan in guriga jooga oo akhriya maalmaha qaar kood ilaa 300 oo page baan akhri jiray buulay hadii aan sidaahdo beenta iska ilaali buu yiri anoo hubo mucadalkaasi inuu ka yaryahay intii aan akhri jiray isku celcelin maalin kasta 100 page baan akhrinayay buulay waqtigu markaa qoraya wax weeyaan laga bilaabo buu yiri 1340 ilaa 1402 laba iyo lixdan sanadood buu wuxuu leeyahay maalin kasta waxaan qoo akhrinayay 100 page kadib buu sii noolaa Dr. Maxamed Muusa Shariif isaguna wuxuu soo naqlay kasoo naqlinayaa kiisa dambe ah 70 sanadood inuu sidaa u akhrinayay 70 sano oo sanadkiiba 300 iyo 400 hijriye uu yahay oo maalintii 100 page uu akhrinayay ku dhufo waa 2 million iyo bad page yani waa nin caalim ah masuul ahaa dhanaala oo leh waxaan akhriyay in ka badan inuu akhriyay 2 million iyo bad 2.5 million page uu akhriyay waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo haddaa gurigunbuu iska fadhiyay wuxuun buu akhri jiray shaqadiisa kalena uu fiirso 3 majlis 3 gudi buu ayuu ra-iisul majlis u ahaa kuliyadda jaamacaddana waxbuu ka dhigayay muxaadaraad buu ku lahaa secondary schoolka qaybta ragga iyo qaybka dumarkabana waxbuu ka dhigi jiray yani culimadaho tawaaducooda u firsay inaga waxa laga yaaba ninka professor noqday jaamacadda taga meel ka hooseysa inaanu aqbalin wax ka sheegsho waa professor ileer ninkani jaamacadda macalin buu ka yihi haddana secondary school hablaa iyo secondary school inama ah labadaba waxbuu ka dhiga khudbada jimcana wuu akhriya muxaadaraadkana wuu jeediya idaacaddana duruus joogta buu ku leeyahay jaraa'idka soo baxana waa kaatib maalin kasta maqaal qora intaasoo shaqo isagoo haya oo maalin kasta kaatib joornaalist oo maqaal qoraya idaacadda maalin kasta barnaamij kuloo soo daynaya oo barnaamij idaaxiya leh muxaadaraadka masaajid iyo dhulka laga akhrinaya akhrinaya jimcaha khudbad leh laba iskuul iyo jaamacad saddexdaaba wax ka dhiga saddex urur gudoomiye ka ah ama saddex gole gudoomiye u ah ayuu haddana mucadalkiisa qiraa intan u ahaa 2 million iyo badh u akhrinay ta macnaheedu waxa weeyaan culammadii hore dad maqasho waxbay barteen ama xifdigooda fiicna ama caynkana dad wax akhriya waxna qora bay ahaayeen dad waqtigooda qiimeeyey bay ahaayeen الفريبري راوي امام البخاري كتاب كيسا كوريا لا امام البخاري بان قرغي سيو قتكي انا قول لك شو قبو يريبو هبين قرى سداد ايا طبان شير بو قعو فينوس كشتا وح قريبو يري يعني البخاري كتابك البخاري ون ليلة دو دبتنا دادكو او قاطان قف اسكا معجيسا هو عرك لغا سواتورا يوسو عن دادكو ويكيما بخاري قف بن آدم عادي يوها لكن مع حفظه isagoo aaya fil xifdi ahaa ayuu haddana wuxuu ku bixinayay intuu seexdo ayaa wax ku soo dhacaan ama waxbuu xasuustaa wuu soo kacaa wuu qoraa waxbuu baxtiyaa waxbuu qoraa habeen qudho aan la jooga buu leeyahay ayuu 18 jeer nalka dib u shitay culamadii muslimiinta hore iyo dadkii muslimiinta hore markaa fii casrihim cusuurtan aynu ka warramayno yurub waa cusuri dulaamkeedii waa markii ay medieval periodka ku jirtay maktabadooda ugu weyn 170 kitaab baa yaalay adeeradii ugu caansanayd waxa in wax la akhriyay daayo wax la akhriyaaba ma olin xoogaaga yare buugto injiilka warramaya yaalay xataa falsafada griiga imka ku faanan may soo gaadhin waayo falsafada griigo can tariiqi alandalus bay markaa dambe uga timi kadib bay dib ugu noqdeen asalkeedii iyadoo caynkaasiya يا عالم الاسلام مكتبات كعادي جاي لا وحا بالملايين وحاس مليون انا مطبعات قرطه دا بعد ما جرتي كعن بني ادم بقرتي يعني مركه لاي اغو قرطبه مركه لاي اغو محل الى القاهره مركه لاي اغو دمشق مركه لاي اغو بغداد بل مركه لاي اغو عصر جدا وحي نقطه وحي مدحد اسوغ فانتو
وحتى قراءات كان غرائب ترجع لك صور نقلية ما ده كم إذا المأمون أو كلا كم إذا إن أندلس كوي هيستي موهين تقار كم إذا كم إذا يعني حتى ما ده حتى يدا عين كم حلوة آخر يجري علم الإسلام مركز سيدة تم وحوا آخرين يجي وفهدده قامية في كل الفنون وحي هاي الموسوعات علماء ده شوكتانا ضد وحك استك جوابك له وحي هاي ضد وحي قريان خطيب البغدادي مر كانوا ندهنا ان كتابه انت كو اخري ده هذا وحي قري ما من فن في علم الحديث الا كتبك لي الا الله يراد عيال بيدت كوي بل التاريخ بغداد مقاله بغداد تاريخ ريد قره ايام في لين كنت المجله قري انه كورم بغداد يا وحي عالم سومري وحي كتاب لو قري تاريخ بغداد انه كورم اي كنت المجله كنت فوليوم قري عالم الإسلام وقت جوهره مرسنا وحيد وقت القراءة دي آخر سوتشرتين حتى واحد شراء وحويان لبض بوارلومين حقرقنا وولومي هبدن بيا وحخر سكيا وحبر الشدي بالونتي هالقيا بالرجع ومهلك تشوجا ساعت كين لبعتن سنة لفدي لبعتن سنة وين خبير رقون غضا بيه مع ذلك أقانت وحوجا إلا دقة دقيقة لكن وح آدوا اللي ته وأن مرة با ضد كمسلمين تقدم به كفى إيدين نحوي يوم وقتي درس كان وح نقدم لها وننا تلمامه فرصة بهاي ستان مات دي علم قالوا له جين شري أما له دال شري أما هذا الحفاد بوح تلمامي لبتشر مستصدح شرب ولي ابن حبان عالم الحديث أيان كاذي ذي ذو عبي بوليه مرقها الرادي وحكا لو عبوا هي أيو ليه بان كاذي ذي دعب أئمك لو حي تلمام أيان كلي الكيسي والسعودين إن أي كاذي بي كاتشين وحانا وحي هيد علم الرادين للرادين أي رقان علم قا قرية ما آخرين أي لقبي كؤروريين إمام البخاري بخارو كيمي بخاري وسمرقندا اكتيدا سمرقندا ودول كان يري ريم كراشين كاكا غواي هلكا سو لوكا سو بلابي لوكتو هلكا كويمي اي عالم الاسلام ودو كومري وخي علمي لو هي بغداد انت سو تشير سو غلي دمشق انت سو تشير غلي القاهره انت سو تشير غلي مدينه مكه انا مكيه مدينه انت سو تشير غلي وخا سو دن ولا لوغيني علمنا للراد عيني لوغبا لوغ ودا مري يدو علم للراضعين وان مر قرا هين يلا با يصدحين تاسو جير لو كلا لو قادو لا مري من هل حديث هي انت لو لوين جيري ما انت سي علم انت بطي واي فن ادونتو كتاب كيس اسك جبن يو لا غدان كارو علماء هوره هانتي دو كو يريد او وقتي كان ايغو وخ قورينا مباريه هانتي دو وي الى حد قاركوت مثلا سليمان بن عبد الحميد الحموي الحنبلي والحافظ ابن حجر العسقلاني الشيخيسي ايا وحا اسلامه كدعودنا وحا ليدي لعقتين سوق شيء ودن كتب بطس سنسا كتب بعض ابستابا ايا لوو دعايد اما لوو ماغي غباي بو تيرني ولي وقائله انفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني لعلي ارى فيها كتابا يدلني لاخذ كتابي امنا بيميني كابي بوترين يولي وحي يدا هدين وحي كسوق قالوا ميدك تادا وحي هتكوها الشبا كتاب باتسي ستي أنا وحن قوي لبوي ليدايا وحال أركا وحوغا كتابا كبحيين النقضة آخرك السبابة إن كتابك إيقا ميدك تالا يقسي أحد الأئمة نواحا وحكوار رمي يدو حاسكي سواك شوكتو وحكوار رمي من كلو أي ساحبيين أو دور دمر قبي أو إيوه إنانوي يعني ظروفات كيسو كورما إسلام تيسو هل كان فرده داك سوى بودة وحي كتره سد حين دي لقور ستا وحي غرد بضم بيتري كتب تاكو أكتا الله يعني كتاب بضا هذا كب بضم بينا دي ثم كالضراء ارتها الله إسلاق أبو نبات ده يجلس وقاعد الهيد كتابة ده نبات ده يجلس وقاعد يعني مدمن بيكوها يعني نوح خريان أو نوح قرآن لكن تاسي وحي فضيدس
إنه علمه نقضه وحد حاله يكتغان وحا كتاب ما أنت أدركت عالم الإسلام اللي طابعي إيين لو الله بكت كبدان الله طابعين قعانوا بالوقو قرأي وحا رقي قعان فو قرأي وحانا والا أخري يجري بلا والا غيب سنة كوركا لغا هي هذا ردبت وحي كتاغنت يدو كتاب كميل والبوية له لفوديدية وصائشي وحلقو برن أيين ولغا يابا ما أنت أي كتاب أدوباها تو إن نتك كهلي كرتو أما يسوقو بلاشة أما يستغو وحير لغو إيمينيو وإن هذا آخر دلو أما منبر يرد كان نغنيسو إحدى المكتبات لأدهليسو وحياد وقباهاتو كتاب أدهلي كريسو دن ما أنت وحلقيا با كتاب كستو أدو باهاتو هذا يكواني هنتيدو دون سيسينيين أما أولوغو إينيين أما دبتا سيوسو غاريسي هذا يقول سكن تسبيع لغو هليا حكا لو لميدا أقوانت أنت اللي فديدية ما أنت ما أنت دي ضدوبنا ما أونلاين ما كان ولا وده هلية لكن هم الناس بقى ضعيفي أو وقت ما أنت بدنا وحكل ما تي في بلغو بحياة بدنا مقاحية هبل صوب بقية هل كان مربوك بحا بدنا وح بلا معنى بقو بحا عمري قد ما أنت وحكل ما هذا مركب مال عدلا عمري وراس مال كقولي هذا يستي وحكل ما هذا مال وح بكتشري هذين الربنا وحين الربنا إنين النقلنا وحنا قكرت أمان تفرصة الله يستعد وجرجع جوا هذا جرجع ما الله وبحين هاد عالم دينات يمت ساينس يمت كادون طبعا نقكرتا وحول بنا من ألفه إلى يائه بأي مستوى أشوكته ما لا تقبل ودانات كهليس from zero فنية هاد بلا بكرتا فنو تقارب أنا جو zero كا سكده جيسنا هارفارد يونيفرسيتي لكتشرس كابح فري وغشرة هذا ده جيسه توسع هذه بعدو أوبرن كريسا سي بدت كينا نورث أمريكا تشوجا وحن سلا آخره وح بدن الله يودي ويدين دونا وأي وح فرصة بدن أن تطق هاي سنين إنترنت بان ورث كبلاردن كوا عالم كلا لغو استعماله فرصة هذا ترى بدن وح برشو أي أكتين نتالا لكن وحاير ذاتك انت كفائدية انت يريري كفائدين ميسو هداني انت نواويني تصالة ايضا نغنين ذاتك تصالة ونغطة حمالة شيء تاكسي درايفر اما قرق الله فردية ونو عيد لقاتها ذاتك تصالة ونغطة خير نوحو لا انت وضيق بقى بانشري انبو واقع بانك رايم حيلو قوينية لكن ذاتك تصالة ونغطة ولذلك بين علماء المسلمين تورق أربعة وحي قرآن كتب أي كور رميان كوي وحبر شضا بلا بي بعد الأربعين كتب أي كورين يعني رقوا ويني وحكو بلا بي علماء هذا بدنا ما أنت معروف ولا يقانو أي رقوا ويني وحكو بلا بي ابن الحزم حيدا دان سيقول دوريا لا تنشيرو سياسة دا كتشيرو نوينو سياسية أي واحد من القريب والبنتي مساجد قال لك أنا مساجد كوساق علي ده بتناوس كفرستي ماشي فديه وحيد مساجد الله ما فرستي كعت كهرتة صنع صو كوسك صنع استي لبدي قعدت بتكدي حواشي بلا صاصة وصار نقضي قار عسر ده بدي يهدا نصاق علي لبرح قعدت بتكدي متكلم ماشي فديه يدي ور عسر كده بدي سوحب ولا بتكدي كفرستي مساجد ابن حزم مركي هرا نو فرستي وحلا يدي وار لما فرستيتكو مركي دمنا ووتو كذا يو حيدا ده وار وقتك وحبا لما تكو ده اسكا فرسو ده بيتنا مركي سو حولي وار يفقيك بقال ده يغان وحلا يداو فلان ابن حزم هل كاسو كابل عبين وحبرتو سكو دوري اللي باتنشر اللي حلاتنشر ميلان سيبو هابا لده من سياسيا ووزير صون وضيو يعني الدولة ده كتشري ايو حدبو بلاوي انو اردين ما بلاوي علماء بدنا مسلمين حتى أحد العلماء لتلمامه أزهر الشريف إنه هيسنشر الشيخ الأزهر الإمام الأكبر نقضي كنت نيا فرشر بكو بلا بي بينا دا محبر شضا وقيد من إلهي با عمر قول دير يوسقاشن يوحوغا بو قاري إلهي يوكا قاري إنه نقضي الشيخ الأزهر علماء المسلمين تو عيدي كدب بيسو الشيخ الأزهر كاللو قرنش وقتي إذن وقتي أدعى لكم بحنسه أيد وحكة فائدين كرتها ولذلك بعض علماء دي هروح الله يرق بضن ومرك يدمنيين أبي حاتم الرازي إنك يسيبنا أبي حاتم حلي سقو سيد دمنيا أيام ويدي هبل عبد الغفار مسحابي بوها
markaasuu madaxa ii raxay buu yidhi, markaasaan ku celiyey buu yidhi, waa u dhimanaya odayga, markaasuu buu yidhi, buu yidhi taabicu ahaa taabici. Yacni qof dhimanaya oo masale la weydiinayaa, say cilmiga uu dhigayeena dadka ugu furnaayeen. Bayruni isagoo naftu kasii baxaysaa nin usoo galay, markaasuu wuxuu yidhi, warka halkaale masaladii miiraadka ah dhaxalka ahayd caynka ku saabsanayd ii sheeg. Waxaa la yidhi dhaxalka iska daayo, imika way ku haysataa, iska ashahaado. Wuxuu yidhi, waranoo garanayeena dhintaaba dhaanta aanu jaahilayna dhintee ii sheeg. Waa loo sheegay, markuu ka baxay uu dhexda sii socdo ayaan baroortii dumarka dib u maqlay buu leeyay sheekhay, dibba ugu soo noqday isagoo dhintay. Yacni waqtigaas say ugu dadaaleen, xataa iyagoo saaran sariirta geeriday wax baranayeen. innaguna qofka oo caafimaad qaba oo miyir qaba oo waxba qabin ayaan isku dayin inuu barto. Ayaaba kasii yaab kale waxaa ka mid ah maalan waxaad arkaysaa qof aan isaga qur-aanka akhriya aqoonin, salaadiisuna inay usaxantay ku adag tahay, oo ilmo yar wado qur-aan ka geynaya. ilmaha yar inuu qur-aan dhigtaaba waajib kuma haday, waajib kuga hayta. intuu ilmaha qur-aan ka geeya bu isagu maqaaxida u fadhinaya inta loo dhigayana sheekeynaya sheekeynaya, marka loo dhameeyo ayuu imanaya, markaasuu ilmaha kaxaynaya. labada isaga ahayd waajib ah inuu fadhiisto oo dhigto. yacni waxaad samayn karayso tiro badan leh ayaa maanta dayacmay. طلاب العلم sida aan sheegay dambe hadday wax dhegaystaanbana waa cilmi dhogoodkay dhegaystaan, iyana cid wax qorata ama wax naqlida ama wax reebta way yartay. qofku hadduu wax qorayo wax naqlinayo, sheekha wax akhrinaya, waxaa laga yaabaa dariska markuu soo diyaarinayay 10-20 kitaab inuu soo baadhay, 20 kitaab wixii uu ka soo doortay uu isyidhi faa'iiday u yihiin inuu kuu soo naqliyo uu kuu soo sheegay. inaad 20 adigu akhrida hadhow aad tiraahda masaladana dee waan fahmay, markii markaan baadhaya hadhow baa kutubta ku noqon doonaa. waxaa laga yaabaa inay kaa qaadato 4 saacadood 3 saacadood inaad soo diyaarisa, laakiin haddaad markuu sheegayo aad ka qorato waxay suurtagalaysa 3 saacadood 4 saacadood waxaad soo baadhay lahayd inaad si fudud aad u reebi karto ama aad u taqiidin karto. walidaalika ayuha alikhwa, waxaa laga yaabaa dadka badhinaysa leeyihin warwadaagu dariskan maanta akhriyay dee waa kuwii yaryarka loo akhriyi jiray, laakiin anigu waxaan isleeyahay waa daris loo akhriyi karo qof kastoo muslima. qof yar iyo qof weyneba wuu u baahan yahay inuu waxbarto muslimi. ummadda muslimiinta ahna inta ay waxbarataa unbuu horumarkeedu ku xidhnaan doonaa. inta ay waxbartaana waa markay waxbarashadu wax caada aynaada noqoto, wax noloshaada yowmiga ka mida. inaad shaqo tagtaa noloshaada yoomiga ku jirta, inaad wax cuntaa noloshaada yoomiga bay ku jirtaa, inaad musqusha gashaa noloshaada yoomiga bay ku jirtaa. qofka muslimka waa inay noloshiisa yoomiga ku jirtaa inuu waxbartaa oo waxbarashadiisu ay kortaa oo uu horo socdaa. wallahu aclam billahi tawfiq. assalaamu calaykum. عليكم السلام. أقوال تورت وكلام مهم سنت ومنما aan loo dulqaadan karin baa jira. waxaad arkaysaa maanta nin laga yaabo inuu jaamici yahay, scholar yahay, PhD sito, oo aan weysa saxaynin ama salaad saxaynin, oo runtii waa uminimo tii u liidatay, waa literacy-gii ugu liitay. waayo qofku janno iyo naar wuxuu ku kala dooran lahaa ama uu ku shaqaysan kari lahaa aakhiro uu ilaahay ugu dhowaan lahaa inuu illiterate ka noqdo, uu garan waayo oo caado kaga dhaqmo, farhungurina inuu siiyo ilaa uu doctorate ka qaadanayo oo waqti iyo lacag iyo juhud iyo caqliba u geliya, waa waxaad u leed. macnaheedu maaha inaan caayayo ama maagayo inuu doctorate soo qaataaba wax barto. ee waxaan caayaya maagaya waxa weeyaan inuu khasaareeyo inuu baran karo wixii uu baahnaa. idan uminimadu nabigu calayhi salaatu wasalaam, nin baa isagoo masaajidka fadhiya soo galay, waa saxaabi nebi maxamed arkayay, saxaabadu say u tukanaysa arkayay, dhaqanka soo gaadhay, dabeetana salaad buu tukaday.
مركو دمي بو نبي قوي يمي او سلامي وقو إلى عليه الصلاة والسلام ما تكنين ورو تكبو كويلي انك وقو نوضا مركو لو تكذب وادمي نبي قوي يمي عليه الصلاة والسلام نبي قوي حقو لي ما تكنين ورو تكبو صلي فإنك لم تصلي وقو نوضا انك مرسد حاد بسو تكذب واصوان نوضا نبي قوي يمي يبتنا وسلام وحنا نبي ما صدحاتك يقول صلي فإنك لم تصلي وحبا ما تكن يردكم لكن هو صحابي نبي محمد بو أكتشوغا صحابة لك لو أكتشوغا وأركيا فعلكيا وحل السمينية هدنا وحبا قلدن وباهن نصحضه يساقو مركي يسكد دا يد يد دالي دا دالي نوي سحمي ويد مركا سوق قرتي إنو وحبرا شوبهي نبي ويتو هرو مچوقين وحبا يدادتكو صلاة ما يهنتاتو كتيه markaas wuxuu ku yiri ilaahay rasuulkiisa iyo ka badan garan maayo ee isha waxay bar ka sunnay buu xubaray ali sallallahu alayhi wasallam suud kala dad laaday wax barasho xagee ka bilaabantaa koow waxay ka bilaabantaa waxaad aakhira ku badbaadilahay furud al ayn aayank furud al ayn wuxuu kugu ahaa ayaad aakhira ku badbaadilahay in tawxiid kaaga saxato in salaadada saxato dad baa mushtartayna dad baa mushtarkaaga saxato dad reer leedahay reerka sida loo qabo inaad saxato noloshaadan aad ku nooshahay waxa islaamku ka qabay janno iyo naar lagu kala galay inaad saxato inaad taa saxataa ta waxa u baahantay cid ahal cilmi iyo wax ku bari kartaa inaad ku xidhanto masaajidda iyo dhulka wax lagu bari karo inaad tagto haddii bidaayaadka hore lagu dhigo dee waad meelaha kalena waad kasii baran kartaa nadka iyo wixii la halmaalay waad xataa maanta dadka waxa ku jira macallin marka doonta aad aamusiinayso marka doonta aad ka hadlinayso aan cadhoonaynin oo xanaaqaynin oo ku diidaynin oo wax kasta waa dhib waa yaro leeyo tarkiiska ka luma dadku inta badan dumarka u badan qolada bahlada dhegaysto iyadoo kijada ku jirta unba shidaa dharo ay taraa kitaabka waa dhameeyey briiskaana karinaysee kijada agteedu buu ka baxayay laakiin haddii si caadiya uu qofku tarkiis siiyo uu soo jeesto oo ku talagalay inuu wax barto waxbuu baranaya marka waxaan uga jeedaa waxbarashada rasmiga ah kow furuud alacyaanku ka bilaabataa wixii aad akhira lagu weydiinayaad ku badbaadisa inaad barato kadibna wixii kale ziyaada inaad barato تفضل عليكم السلام aqoontu qofba meel bay u joogtaa qofbana meel baa looga bilaabaa waxbarasha gebigeedba saddex shay horta haddaad hesho waxbaad baran kartaa wuxuu doonaba wuxuu ahaado saddexda shay waxbarashadu aanay ka maarmin waxa weeyaan curriculum manhaj aada raacda inuu jiro haddii aad maalinna bukhaari inkastoo dhegaysato maalinna tirmidiga dhegaysato maalinna riyaad saalixiinka dhegaysato weligaa wax baran maysid وينو ترى تسلسل منهجي ولا الراعة عد كستو الدنيا ده فني كستو وح الدنيا هالنقطة وح كستو بين آدم كو كتلا قرينه وبرتا منهج للراعة ترى سيل بس للراعة وينو ترى أو هل كان كابل أبما حكى أنا أدخل ما ينسو فمرك كوبات وقت محدد إنه وينو ترى وح إسكا ما ضح فران لا ما برتو ده سر هذا وات برندو طاي ما لنا دقيسو ما لنا كسر نقطة ما حبيب رنويس وينو تايم فيكس ده يا شا كتابك كان waynaad ku tala gashaa maalan laba bilood inaad ku dhigato waa inaad labada bilood saad ugu dhigan lahayd waa inaad jadwalkeedii dejisaa that's why iskuullada iyo jaamacaadka iyo waxa kan loogu sameeyey teeramyada iyo waqti waqtigaaba inuu qofku intaasoo chapter ama intaasoo buugu dhigto hadduu iska furan yahay waad caajisaysaa maalin waad bilaabaysaa maalin waad joojinaysaa maalin waad kusoo noqonaysaa maalin waad ka tegaysaa wuxuu maad arkaysaa iyadoo sanad kaa tagay oo aad weli buuggii dhammaynin marka waynu curriculumku waqti go-aan leeyaad ku tala gashay inaad barato ka saddexaad waa macallin ama murshid ama mushrif waxaad doonta dheh inaad leedahay cid guidance ku siisa waxa haddaad bilow tahay waxaad u baahan tahay macallin rasmiga haddaad waxoogaaga hore soo baratay waxaad u baahan tahay cid guidance ku siisa marka kuu tilmaamto kitaabada aad marayso waxa aad adeegsanayso
وحي كاقل دماء ما تفهمي كر ويدا وما تسحي كر ويدا كل صار نقطه كو صحه وهي معلم صدح شيء وكو قبريا كو وقت جو كو كوبيا وواحد هذا فهم كذا دي آخر سكاد الساعة مو قادر لهاي بالربع ساعة كو شرح كريا لبا وحكاية لنا هنا تقل دم وحفهمته وحلاقة بعدو أنت المسألة آخر دين يسوق هاد بالركتات تقل وفهمته وح ما يشكو غرام حانا هنا دوا فهمتي لكن هذا معلم لا هذا هاي وحكاية صحيح أنا تسفي عنه فهمته صدح وحلاقة يا بابا أنا تفهم ببكر ويده معلم كوح فضايدين يا هنا كفهمتيه إذا وح بدنا أضرب حتى معلم كيانية هذا ما كابله وتشوكته كمان ما رتد معلم رسمية هذا مال هرتشوك تنا واحد وبا هانت عيد جاردن اسكوسي سواد كلبا هي هذا خر سنة سيا ما أد ودي ما أد باري سي أتقول إنه قطع وحكي وات كذا صدق هذا شيء هذا تسله شو قف قصته وحوبر كلامك هل كات كاب بلا بيسا هل كي وحكوت شو جم يكو حرنت معلن كذا مرك أو تقعد ربطين أدو كدرة سي سو استجا كو قيمة إن دونا كورن دونا واحد وبا هانت وحاي وحاي رد برتو هل كاسيسو عليكم السلام لغة عربية هي لغة عربية هي قريبة كمدي في صلاة كاسح ما يشهد أنا دافع عربي كهاللين وران بعض خريسة كم بعض خريسة ده كما صحيح هذا ربطه إن ده سفي عن وحف فهمتنا وحوا لبا لغة أصل كوكو قرني بالله تعالى لغة كسيدة وده بل لكن وابي باري يرها يعني مكمها هل جاب دكتور أنت أقوى بدنين هل كان يمدني ده إنجليزي أقوى؟ سواما كارس 6 مانث 7 مانث سبعة برتاي ده بتروح إنه ضغط في إنجليزي ساعة عادي أو واحد لكره ما أنت لغاتك ما هبارية أف تشيني ساعة ترتين أتبرتو شو سك كارس of 9 months أيك وفلان هذا يقول لغة كأم هي هذا جامعة دتي ما أدو ده أنت سف كارس بالغوسيني كده برجع هذا فارسنا إسا ما أنت هذا يدك هالك شو قال يدري هذا شو عشر مرة لا يدين دري شان مال باو حكوبرا نسان انت سف كورس يورو 9 مانتي سبت قالي دبت انا شان عدد فارسان بكان لغات وح وين ماها افكو الدوانا بها النغضة ما عرب ها النغضة ما انجريس ها النغضة قفكو هدي وحكا قحد ما اللغة تي هون قروا وينا قحد ما يدوا دبرنا تشانا دوكو حدان تيمين نمبرا كرينين يا يعني لغات وبروبلم وين ماها قفكو بين ادم كينو لغة برتا لغات وعالم كمان تا اد بيو فدوديه قفك واحد حدا ولا لانجويج لانجويج هذا كم يتكون دونا بها النقطه انه واحد كبرت انا صفه ضد مو بركريا أنا واحد تلمع مني علمك وكتبته كتيرة مفاتيح ده دنيا بيد العلماء قويها كافرة هي علوم طبّر يو إن أتقف عرب كيف كلا كل أنتمو يعني بوق لقى مقاط مثلا قرآنك بوق لقى ما برد ويا واحد الربا قابك وحلو آخرنا إياه وpronunciation pronunciation كنا ما هو حبوق لقى دكتور وواحد عرب قال له توسين إياه
marka marka noqoto quraan inuu qofku baranayo soo akhrinayo dawaynu cid kala kulma culumta kale markay joogto isku wada mid maha culumta qaar qiraadooda fudud ay baa jira laakiin cilmi kasta waxay yidhaahdaan basic waa inaad cid kala kulanta oo cilmi kasta wuxuu leeyahay mustalaxaad u gaara qawaacid u gaara oo haddaanad basiga si fiican u fahmin ay adag tahay inaad hore u socon karto marka waa sababta ay u leeyihiin culammadu cilmiga kutubku u yaalla laakiin furayaashooda waxay ku jiraan bay dhahaan biyadal culamaa waa inaad furihi heshaa markaad furaha heshaa wixii ka dambeeya ayaad kori kartaa socon kartaa wakhtigii salaada gaadhay subxaanaka allahumma wabixamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk